الله يسعد أوقاتكم. اليوم درسنا كتير سهل وكتير حلو، هو عبارة عن بانشو رح نحط له كاب من ورا. الغرزة اللي فيه كتير سهلة، كتير رح تحبوها لأنه أنا عملتها غرزة بسيطة عبارة عن أعمدة. هلأ إذا في حدا رح يستخدم غير هذا اللون لأنه هو معرق كتير وفي الدرجات كتير، ممكن يعمل غرزة عمود خلفي أو غرزة عمود أمامي، كمان بيعطي شكل للبانشو. بس أنا حبيت أعمله بغرزة بسيطة عشان أول شيء الكل يقدر يعمله، وتاني شيء إنه الخيط عندي مدرج، فخلص صار الخيط معطي شكل لحاله للبانشو. هلا بدي احكي لكم شغله بسيطه وكتير سهله، وحاولت اني يعني ابسطها قد ما في، اني اعمل هذا الجدول عشان تعملوا كل المقاسات اللي بدكم اياها. مثلا عندكم هون عدد السلاسل رح يكون عندنا من مضاعفات الرقم 5. اي شيء، اي رقم من مضاعفات 5 بتعمله. واهم اشي بعد ما تعملوا مضاعفات الرقم 5 تقيسوا على الرقبة، يعني لما تعملوا السلاسل بتقيسوا على الرقبة، إذا دخل على الرقبة أوكي خلص هيك تمام بتبلشوا. وهي المضاعفات بتبلش 75 85 لحد ما انتو يعني الرقم اللي بيناسبكم هو اللي بتشتغلوا عليه. هون خلصنا كيف نعرف السلاسل. البداية السطر اللي بعديه بعد ما خلصنا رح نعمل هون على طول بعد السلاسل رح نعمل سطر عمود عادي. انا شرحت له بالخطوات الاولى بس هون نسيت اكتبه صراحة. هلأ هون بداية الدور الثالث، يعني هذا حيكون الدور الثاني اللي كله اعمدة عادي، وهون بداية الدور الثالث. اول اشي مثلا بلشنا ب75، شو بنعمل؟ 2 عمود تزايد ومنبلش 14 عمود. اذا بلشنا ب85 2 تزايد منبلش ب16. هذا الترتيب لازم يكون مظبوط عشان يعطيكم شكل القطع يكون متناسق. فبس هذا الدور هو اللي بتبلشوا فيه بالرقم العالي. لما تبلشوا بهذا الدور بالرقم العالي حيجينا بعدين بداية ادوار التزايد والترتيب. مثلا احنا بلشنا ب75، شو حنبلش؟ 2 تزايد بعدين 7 عواميد، ومنكمل على هذا الشكل. مثلا بلشنا بال85 ما منبلش 7 عواميد، لا منبلش 8 عواميد ومنكمل. بلشنا ب95 منبلش شو؟ 9 عواميد، ومنبلش من التسعة لبعده، وعلى هيك عشان يكون التنسيق مرتب. بعد ما نخلي الترتيب هون بداية أدوار التزايد بالترتيب، بعد ما تكون هاي مرتبة منبلش فيها. مثلا أنا عندكم هون بلشت ب105 سلسلة، الدور الثاني عملت 105 عمود. الدور الثالث واللي هو هذا دور التزايد أنا بلشت 2 تزايد و20. ليش؟ لأنه أنا مبلش ب105، بداية الدور الثالث حتكون 20، وبعدين رح امشي بالترتيب من 10 لتحت. يعني انا هون بلشت 20 اول واحد اللي هو بداية الدور الثالث واللي هو التزايد اللي بيكون عشان يعطينا الشكل المناسب. بعدين بلشت 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 لحد ما وصلت 19. هذا طلع عندي التزايد المناسب، بعدين وقفته، وبعد ما وقفته بلشت الدور ال14 لل31 ادوار ثبت. هون المقاس طلع عندي الكتف تقريبا 15 سنتي بالتزايد، بس وقفت خلص حيوقف، وبلشت من الدور ال14 للدور ال31 لحد ما وصل عندي لطول تقريبا 33 سنتي او 34 سنتي لعند، يعني مثلا هون البطن لنص البطن تقريبا، هيك بيكون الطول المناسب. هلا انا اجا معي 33 و34، انتي على حسب ما تحسي انه وصل عندك لنص البطن هذا هو الطول المناسب بتوقفه، لانه هذا الجزء الاول هيك رح يكون
اللي بيحضروني أول مرة رح يعرفوا أنه أنا ما بحدد الخيوط ولا بحدد نوع معين، لأنه أنا بتيجي لي الفكرة وعلى طول بعملها معاكم. خيط الورشة هاي رح يكون كارون كوتون كيك. الخيط كتير حلو، مهضوم، شغله حلو، سنارته 5، ممكن تشتغلوه بسنارة لحد 6 كمان، بمشي الحال وحلو كتير. شو كمان بدي، ما بعرف كم رح يكلف. لهلا الجزء الأول كلفني 4 بكرات. وإن شاء الله أكون حكيت كل المعلومات، إذا في أشياء رح أحكيها بالأجزاء اللي بعدها. وهيك إن شاء الله أكون هيك إن شاء الله أكون حكيت كل المعلومات الدقيقة. الورق هلا رح أحط لكم إياه كمان PDF، عشان إذا يعني حسيتوا تقريبا إنكم تلخبطتوا أو شيء يكون كل إشي كمان واضح عندكم. وزي ما قلت لكم الخيوط أنا ما حددت. الجزء الأول اللي هو هلا بداية أول البانشو أخذ مني 4 بكرات كاملين. ما بعرف، يمكن بده كمان 4 بكرات تقريبا، بس انتو بتعرفوا انا بشتغل معاكم على الحماس بسرعة بسرعة، وما بكون محددة اصلا شو هو الكمية المناسبة، او ما بكون عاملة الباترون اصلا الا معكم. ان شاء الله تستمتعوا باول جزء، ويلا هلا نبلش الدرس. وهلا رح نبلش السطر الاول. جهزوا قهوتكم او شايكم او اي مشروب بتحبوه، ويلا نبلش. هلا رح نبلش. رح نعمل اول شي عقدة البداية، عقدة البداية العادية، وبعدين رح نشتغل السلاسل المطلوبة او على حسب الحجم المطلوب. احنا يعني بدك تعمليه لولد صغير هيك، انا شرحت قبل ما ابلش. هلا انا رح السلاسل المناسبة لإلي رح اعملها 105، فهلا رح اضلني اشتغل لحد ما اعمل 105 سلاسل. وهلا خلصت 105 سلسلة، بزبط السلاسل عشان يكونوا كلهم مستوى واحد، وبسكر بالمنزلقة بأول وحدة. وهيك بنكون خلصنا السطر الأول. طبعا عشان تزيدوا تأكيد، بس تخلصوا هاي بترجعوا بتلبسوها وبتشوفوا هل بتدخل عن محيط الرأس. اذا بتدخلوا اوكي خلاص تمام بتكملوا. وهلا السطر الثاني، بعد ما سكرنا بأول وحده رح نرتفع 3 سلاسل ونعتبره اول عمود، ونبلش نعمل عمود بلفه عاديه على كل السلاسل. طبعا كل واحد على حسب اللي عندها. مثلا انا عندي 105، رح اعمل 105 عمود بلفة على كل السلاسل. وهيك خلصنا السطر الثاني، عملت على طول السلاسل عمودي. هلا بعد ما خلصت رح اسكر بثالث سلسلة بالعمود ونخلصها. وهيك بيكون خلص الدور الثاني كله. وهلا الدور الثالث. الدور الثالث بنرتفع 3 سلاسل وبنعتبره اول عمود، وبنفس المكان بنعمل كمان عمود عشان نعمل تزايد. بعديها زي ما شرحت باول الفيديو رح نعمل، بما انه انا عاملة 105 رح اعمل 20 عمود منفصلين. عمود منفصلين. بعد ما خلصنا 20 عمود عاديين رح نرجع نعمل تزايد، عمودين بنفس المكان. يعني الشغل بهذا الدور اللي هو الدور الثالث رح يكون تزايد 20 عمود تزايد. طبعا كل واحد على حسب هذا السطر، خصيصا الدور الثالث كل واحد رح يعمله على حسب طول السلاسل اللي عنده. وهلا الدور الرابع رح نسكر بثالث سلسلة ونرتفع 3 سلاسل ونعتبرهم اول عمود، وبنفس المكان رح نعمل تزايد ونرجع نشتغل 10 عواميد عادية. 1 2 3 لحد ما نخلص كل 10.
وبعد ما نخلص العشرة رح نرجع نبلش ونعمل كمان تزايد. وهيك بنكون خلصنا الدور الرابع، واللي هو كان تزايد 10 عواميد، تزايد 10 عواميد، لحد ما نخلص. هذا الخيط شكله رح يطلع بجنن لأنه بلشت التدرجات. هلا رح نبلش الدور الخامس. الدور الخامس رح نرتفع كمان 3 سلاسل، وبنفس المكان رح نعمل تزايد، وهالمرة رح نشتغل 11 عمود منفصلين، وبعد ما نخلص 11 عمود رح نعمل كمان تزايد، ورح نمشي على هاد الأساس كل الدور. وطبعا كل وحدة فيكم تمشي على الأساس اللي هي عاملة فيه السلاسل، وأنا حطيت لكم الجدول كمان بصندوق الوصف، وشرحت لكم أول الفيديو كيف الطريقة بالضبط. وهلا الدور السادس رح نرتفع كمان 3 سلاسل، ونعمل عمود بنفس المكان، ورح نرجع نشتغل 12 عمود منفصلين. يعني هذا الدور رح يكون عمودين واتناشر عمود، عمودين 12 عمود لآخر الدور. واهلا وسهلا فيكم، ورجعنا بعد ما وقفنا اخر دور واللي هو كان الدور السادس. الدور السادس كان هو عبارة عن تزايد 12 غرزة عمود بلفة منفردين، بعدين تزايد، وبنرجع بنلف على كل الدائرة نفس الشي. باقي الادوار انا ضلتني اتزايد فيها لحد ما وصلت للطول المناسب لعند الاكتاف. حسيت انه هي عند الاكتاف هيك طالعة شوية، وعند حردة الإبط كمان خلص صارت تقريبا يعني الوسع اللي بتقدري تعملي فيه حتى بلوزة. فوقفت لحد هون وحسيت انه هيك كتير منيح. حتى لما تشوفوا يعني لما ترجعوا تلبسوها مرة تانية رح تحسوا انه من هون من عند الأكتاف طالع صار في زايد، فهذا الزايد هو اللي رح نمشي عليه هلأ سيدة لحد ما نكمل كل الباترون بأدوار ثابتة. أنا رح أفرجيكم هون كتبت، ورح أحط لكم إياها كمان على صندوق الوصف. أنا اشتغلت من بعد السادس كمان 1 2 3 4 5 6 7، كمان 7 أدوار كلهم تزايد، والتزايد كان بالترتيب. يعني أنا وقفت 12، الدور اللي بعده تزايد 13، اللي بعده تزايد 14، اللي بعده تزايد 15، وعلى هيك لحد ما وصلت لآخر تزايد مشيت فيه، وهو كان تزايد 19 غرزة تزايد، وهكذا عبال ما خلصت كل هذا آخر دور. ما حبيت كتير اشرح كل الادوار وانا معكم بالفيديوهات عشان ما نطول الفيديو ويكون على الفاضي، يعني بس حكي زيادة، فحبيت انه افرجيكم اياه كمان لقياس. تشوفوا هون رح يطلع معنا 15 سنتي، 15 سنتي هذا الطول المناسب بالنسبة لإلي. هلا انا رح احط لكم كمان فيديو صور، هيك حاولت اني اصورها لنفسي بالسريع عشان افرجيكم كيف هو رح يكون هلا على اول الرقبة والنحر. بس 15 سنتيمتر رح يكون كتير مناسب للي بلبس ميديوم، كمان لارج ممكن شوي كمان يعمل دورين تزايد بيكون احسن. ان شاء الله ما اكون نسيت شي. هلا رح نبلش ادوار الثبت. انا هلا خلصت التزايد هيك سكرته، رح ابلش معكم ادوار الثبت. ادوار الثبت هلا رح اشوف كم الطول المناسب او الطول اللي يعني انسب اشي، ورح اوقف عليه وارجع اصور لكم التفاصيل التانية.
وهلا رجعنا حيكون الدور 14، واللي هو بعد ما خلصت كل التزايد المناسب لإلي خلاص هذا المقاس مقاسي، رح نرجع نعمل أدوار الثبات. أدوار الثبات عادي، بنرجع بنرتفع 3 سلاسل وبنمشي على كل الدائرة، على كل الشغل، غرزة عمود غرزة عمود غرزة عمود لحد ما نخلص كل الدور. غرزة عمود عادية لحد ما نخلص فيها كل الدائرة، وبنرجع بنشتغل أدوار ثبات لحد ما نوصل للطول المناسب. رح أعمل الطول المناسب وأرجع معكم. وهيك بعد ما خلصنا الدور 14، أنا بلشت معاكم الدور الثبات من الدور 14، واشتغلت تقريبا من 14 ل 31، يعني تقريبا اشتغلت معاكم 18 دور ثابت على نفس الشكل. هيك رح نكون خلصنا هذا الجزء، وهذا هو شكله رح يكون. وتقريبا الطول طلع فيه كمان رح اقيسه معكم. الطول طلع من عنا من اول الرقبة لحد ما وصلنا تقريبا 33 سنتي، ممكن 34، ممكن 35، لحد ما تحسوا انه وصل لعند نص البطن وعند نص المرفق بالايد. وهيك بنكون خلصنا الجزء الاول. الخيط كتير حلو بالاستخدام ومشدود وملمسه كتير كتير حلو، رح تحبوه. وانتظروني هلا بالجزء اللي بعده. بشوفكم على خير.